السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وولاه، أما بعد، نكمل ما توقفنا عنده في بلاغة القرآن في مقرر علوم القرآن للمسار التحفيظ في ثانوي مقررات. كنا تكلمنا في موضوع بلاغة القرآن وبينا معنى البلاغة أن معناها الفصاحة والبيان، وأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، والعرب كانوا يتميزون بالفصاحة والبلاغة والبيان، فنزل هذا القرآن إعجازاً وآية للنبي صلى الله عليه وسلم. وبينا لكم أن الأنبياء الله جل وعلا يعطيهم من الآيات والبراهين التي تشهد لنبوتهم أعظم وأكبر مما عند أقوامهم. بينا لكم أن موسى عليه الصلاة والسلام كان ينتشر في وقته وفي زمنه السحر الذي هو خيال، أو أنه يخدع الناس السحرة، فالله جل وعلا أعطى موسى الآيات والبراهين الحقيقية، فالعصا تتحول حقيقة إلى ثعبان، ويده يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. وبينا أيضا أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان في زمنه ينتشر الطب، فأعطاه الله من الآيات ما هو أعظم من الطب، أنه يبرئ الأكمة وهو الذي يولد أعمى فيبصر، وأيضا أنه يحيي الموتى بإذن الله تعالى. والقرآن معجز ببلاغته وبآياته وبقصصه وما فيه من الأحكام، والعرب كانوا يتميزون بالبلاغة والبيان، ومع هذا مع بلاغتهم وفصاحتهم وعربيتهم إلا أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بصورة مثله. وبينا لكم أيضا أن من حاول أن يجاري القرآن ويأتي بمثل هذا القرآن فإنه سيأتي بخزعبلات ويأتي بكلام ركيك غير مفهوم، كما فعل مسيلمة الكذاب لما أتى بكلام ركيك لا بلاغة فيه ولا فصاحة ويزعم أنه من عند الله تعالى. ثم تكلمنا عن بعض أوجه القرآن وبينا أن من الأوجه أربعة التي تكلمنا عنها: إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، القصد في اللفظ مع الوفاء بالمعنى، خطابه للعقل والعاطفة، التشبيه في القرآن. وبينا أن القصة قد تأتي في القرآن في مواضع عديدة ويختلف طرق إيرادها، ومع اختلاف طرق الإيراد إلا أنه لا ركاكة فيها. وبينا أن القصد أي أن المعنى يكون اللفظ مختصراً والمعنى واسعاً ويفي هذا اللفظ المختصر بالمعنى. وأيضاً بينا أن العقل لا يخاطب القلب والعاطفة فقط، إنما يخاطب العقل والقلب معاً وفيه توازن أيضاً. ثم بينا لكم أحكام التشبيه في القرآن، وأن التشبيه في القرآن بليغ وفصيح ويأتي بالأحكام الشرعية الواضحة، كما ذكرنا مثالاً للمشرك. هنا نقف وقفات بلاغية مع آيات من القرآن الكريم. الوقفة الأولى في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. لاحظوا في هذه الآيات الله جل وعلا يقول: وصينا الإنسان بوالديه، وصينا الإنسان بوالديه، وقال هنا أن اشكر لي ولوالديك.
طيب الله عز وجل أوصى بالوالدين، لكن لما ذكر أعمال الوالدين ذكر فضل الأم، وصين الإنسان بوالديه ثم قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ثم هنا لما قال بوالديه قال حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. السؤال هنا ما السر في ذكر الأم وفضائلها والسكوت عن الأب وفضائله، رغم أن الله أوصى بالوالدين الأب والأم لكن ذكر فضائل الأم وسكت عن فضائل الأب؟ هذا سر وبلاغة وبيان في القرآن الكريم. المفسرون تكلموا عن هذا السبب فذكروا من بلاغة القرآن أنه ذكر فضل الأم لأن ما تقوم به الأم غير منظور لا يراه الإنسان. مثال ذلك الحمل، الله جل وعلا قال حملته أمه، هل الجنين في بطن أمه يشعر ويعلم بهذا الحمل ويحس به ويعلم أن أمه تعبت وسهرت كرها ووضعته كرها وهنا على وهن وما شابه ذلك من وصف الله جل وعلا للحامل، هل الجنين يشعر بهذا التعب وأن أمه تعبت؟ كذلك قال الله جل وعلا فصاله أي رضاعه في عامين فصاله 30 شهرا، هل الطفل يشعر بأمه لما ترضعه وتسهر وتقوم من نومها وتحمل طفلها وتخدم طفلها وتنظف طفلها؟ هل هو منظور ظاهر؟ هو غير ظاهر حقيقة. لذلك الله جل وعلا أكد فضل الأم هنا حتى لا ينساه، لأن الطفل إذا كبر رأى أبوه رأى أباه ماذا يفعل؟ يشتري له ويحمله ويأخذه معه ويلاعبه، فهو يشعر بفضل الأب لأنه منظور ظاهر أمامه، ما يحتاج نذكر بفضل الأب لأنه ظاهر أمامه، لكن الأم غير ظاهر. لذلك هذا السر في أن الله جل وعلا ذكر فضل الأم، السر في ذلك أنه يقع في جزء حياة من الابن غير منظور وغير ظاهر له، فأكده الله جل وعلا. أما ما يقوم به الأب فهو ظاهر له، وهذا من بلاغة القرآن الكريم حتى لا يستطرد في كلام واضح بين، إنما ذكر الله جل وعلا الشيء الغير واضح. إذن هذه هي الوقفة البلاغية في سبب ذكر فضل الأم دون فضل وأعمال الأب. الوقفة الثانية لاحظوا الآية الأولى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، والآية الثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لاحظوا هنا الآن هنا أولا إملاق مقصود به الفقر، نحن نرزقكم الآن قدم هنا في هذه الآية هنا الضمير الأب، وهنا قدم الضمير للأولاد، ما السبب وما السر في ذلك؟ رغم أن الآية الأولى تتكلم عن الفقر لا تقتلوهم بسبب الفقر، والآية الثانية أيضا تتكلم عن الفقر، لكن ننتبه لكلمة هنا خشية لم تذكر هنا، أظن إن شاء الله تكون واضح لكم هذا السر. السر في ذلك أن الآية الأولى تخاطب الآباء الفقراء كأنها تقول أيها الآباء الفقراء لا تقتلوا أولادكم، لا تقتلوا أولادكم بسبب فقركم، فإن الله جل وعلا متكفل بكم لأنكم فقراء، فالله متكفل بكم وبأولادكم. لذلك قدم الضمير الآباء أن الله سيتكفل بهم. أما الآية الثانية لاحظوا خشية دليل على خوف وتوقع، أما الآية الثانية فهم الآباء الميسرون الأغنياء الذين عندهم مال، فهو يخشى، لاحظوا كلمة يخشى، يخشى الفقر
فالله جل وعلا قال لما كانوا يخشون الفقر وهم يسيرون قال نحن نرزقهم فإن الله سيرزق أولادكم ويتكفل برزقهم كما رزقكم. إذن الآية الأولى تتكلم عن الفقر الآن، هو فقير فإن الله سيرزق الأب. والآية الثانية تتكلم عن الفقر المتوقع ليخشاه في المستقبل، فالله نبه أنه سيرزق أولادكم. هذا الفرق بين الآيتين، وهذا من بلاغة القرآن. لم يكن عبثا التقديم والتأخير هنا عبثا، إنما كان لسر، وعلماءنا والمفسرون باحثوا عن هذا السر ووجدوا فعلا أن كلمة خشية دلت على التقديم. الوقفة الثالثة قوله تعالى في قصة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذه سورة البقرة. وفي الآية الثانية في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. ما السر الآن؟ هنا نكرة بلدا، وهنا قال معرفة البلد. لابد يكون هناك سر. من قرأ الآيات خاصة في سورة البقرة عرف السر وعرف السبب، وهذا ما ذكره المفسرون أيضا. الآية الأولى وقعت والمكان خالية، أي أن إبراهيم دعا ولا يوجد بيت، لم يبني هذا البيت. لذلك من قرأ سورة البقرة في هذه الآية وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا، بعدها قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إذن هو دعا أن يكون هذا المكان بلدا آمنا، ثم بعد ذلك بنى هذا البيت، لذلك جاءت منكرة نكرة بلدا. أما الآية الثانية فهو بعد البناء، لما بنى وانتهى إبراهيم من البناء قال رب اجعل هذا البلد أمامه، معرفة هذا البلد الذي هو البيت الذي بناه. إذن أعتقد أنها إن شاء الله تكون وضحت سبب نكرة هنا وسبب كونها معرفة هنا، لأن هنا كانت وقعت قبل وهنا أتت بعد البناء. الوقفة الرابعة وهي آية كثيرا ما تدارس هذه الآية والسبب، لأنها من الصور القصار في سورة الشرح. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الآن التكرار هنا هل فيه فائدة؟ ولماذا هنا العسر جاء معرفة واليسر جاء نكرة؟ ما السبب في ذلك؟ هذا التكرار مرتين هل هو أفاد معنى أو تكرار للتأكيد أو ما شبه ذلك؟ بلا شك أن القرآن لا يورد كلمة ليس لها معنى ولا قصد، إنما لسر ولسبب. العرب عادة عندهم إذا كرروا المعرفة، المعرفة تكررت، العسر فهذا شيء واحد، يعتبر شيء واحد. وإذا كرروا النكرة فمعناها أنه شيئين. إذن النكرة إذا تكررت دلت على التعدد، فالعسر الثاني هو الأول، إن مع العسر يسرا، وإن مع العسر العسر نفسه يسرا، أي يسر آخر. إن شاء الله تكون واضحة. العسر الأول والثاني هو واحد لأنه معرفة، أما اليسر الثاني واليسر الأول والثاني فهو يسران. لذلك جاء في الحديث: لن يغلب عسر يسرين. إذن إذا أتت الواحد الضائقة وهم فإنه سيأتيه يسران وليس يسر واحد. والدليل على ذلك قوله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذن هذا فائدة التكرار، للنكرة يدل على التعدد وللمعرفة يدل على للتأكيد ونفس المعنى. الآن أيها الأحبة نقف مع التدريبات. لدينا سؤالان في الكتاب. السؤال الأول في التدريب رقم واحد: بالرجوع إلى سورة الفاتحة استخرج منها 5 أمثلة تدل على البلاغة. نحن نعرف أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة وأفضل سورة، سميت بأم الكتاب، وسميت بأم القرآن، وسميت بالسبع المثاني،
والشافية والكافية وغيرها من أسماء هذه السورة، ويدل على عظمتها تعدد أسماءها. لما كانت هذه السورة أعظم سورة لابد أن يكون البلاغة فيها أعظم بلاغة. الكتاب طلب منك أن تذكر خمسة. لو قرأت الفاتحة آية آية ستجد فعلا فيها كثير من البلاغة والفصاحة والبيان. ممكن أن ترجع إلى كتب التفسير كتفسير ابن كثير وغيره من التفسير الذين ذكروا بعض عجائب وبعض بلاغة هذه السورة. أنا اخترت لكم خمسة أمور مقترحة. الأول حسن الافتتاح وبراعة المطلع، حيث بدأ بجوامع الشكر والثناء. السورة أول ما بدأت الفاتحة الحمد، والأل معروف أنها للاستغراق، أي جميع الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذن هذه السورة بدايتها ومطلعها جاءت بأفضل مطلع وأفضل بيان، فجاءت بجميع جوامع الشكر والثناء لله سبحانه وتعالى. لذلك الواحد إذا بدأ في كلامه وخطبته يبدأ بالحمد، كما بدأ الله سبحانه وتعالى كتابه بالحمد، وكما تبدأ أنت الصلاة بالحمد، وتبدأ الخطبة أيضا بالحمد، حتى خطبة النكاح، خطبة النكاح تبدأ الخطبة أيضا بالحمد. إذا كان هناك عقد فإنه يبدأ بالحمد. وهذه الصورة أيضا من حسن افتتاحها وبراعة مطلعها أنها بدأت بجوامع الحمد بكلمة أل، والأل تفيد الاستغراق. أيضا من بلاغة هذه الصورة جاء ذكر الرحمة بعد ذكر الربوبية، الحمد لله رب بالعالمين، بعدين بعدها قال الرحمن الرحيم، وهذا ترغيبا للزوم حمده سبحانه وتعالى. هذه الآية كأنها بيّنت أن الله هو رب العالمين، والعالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، كل ما في السماوات وما في الأرض فهو عالم، ونحن كذلك جزء من هذا العالم، والجن من هذا العالم، والملائكة من هذا العالم، والحيوانات من هذا العالم، فرب هذا العالم هو الله سبحانه وتعالى. الآن لم يكتفي الله سبحانه وتعالى بذكر أنه هو رب فقط، أيضا من صفاته الرحمن الرحيم، ذو الرحمة سبحانه وتعالى الواسعة في الدنيا وفي الآخرة، فهو رحيم بخلقه كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فهذا من بلاغة القرآن ومن بلاغة هذه الصورة، أنه بعد أن ذكر أن الله هو المتصرف الرب بيّن أنه هو الرحيم بهذا الخلق. ثالثاً من بلاغة هذه الصورة التقديم في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا قدم الضمير إياك نعبد؟ عادةً في اللغة أن نأتي بالفعل ثم نأتي بالضمير، نعبد إياك وما شابه ذلك. التقديم دليل على الاختصاص، يعني لا نعبد إلا أنت سبحانك، ولا نستعين إلا بك سبحانك. إذن من بلاغة هذه الصورة أن الضمير في إياك قدم، وهذا دليل على الاختصاص. كما تقول أنت لشخص مثلا تريد أن تحدثه تقول إياك أعني، يعني أخصك أنت. إياك أقصد، من يذهب معي تقول مثلا من سيذهب معك مثلا تقول إياك مثلا أذهب معك، وما شابه ذلك من هذه العبارات التي تفيد الاختصاص. التصريح بعد الإبهام، في قال اهدنا الصراط المستقيم، جاء بيان هذا الصراط فقال صراط الذين أنعمت عليهم، حتى لا يظن ظن أن الصراط المستقيم قد يكون لليهود النصارى وما شابه ذلك، لكن قال صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا من بلاغة القرآن وتشويق القرآن، لما يذكر الواحد اهدنا الصراط المستقيم يقف ثم يقول بعد ذلك يفسر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خامسا الحذف، لاحظ الآن قال صراط الذين أنعمت عليهم،
ثم قال بعد ذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حذف الصراط، لم يقل صراط غير المغضوب عليهم ولا صراط الضالين، وهذا الحذف فيه فائدة حتى لا يكون فيه تكرارا. لدينا التدريب الثاني والأخير. السؤال يقول: تحدى الله عز وجل الناس أن يأتوا بسورة أو آية مثل كلام الله تعالى، اجمع الآيات حسب الجدول الآتي. طلب منك ثلاث فيها تحدي آيات تسمى آيات التحدي، وهي أكثر، قد تكون خمس، وهي أكثر من آية فيها الله عز وجل تحدى الجن والإنس أن يأتوا بهذا القرآن. أتوقع أن كثير منكم يعرفها، وهي موجودة في كتب التفسير، وأيضا لو تبحث في الإنترنت آيات التحدي ستجد هذه الآيات. وأيضا في أول الدرس السابق ذكرنا بعض هذه الآيات. الإجابة المقترحة سورة الطور الآية رقم 34 نص الآية: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وجه البلاغة: يأتوا بمثل القرآن كاملا. إذن هذه في سورة الطور الله عز وجل تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن كله، ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. أيضا من التحدي في سورة هود آية رقم 13 قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله. التحدي هنا يكون بعشر سور، ولم يحدد الله عز وجل هنا طولها وقصرها، قد تكون هذه الصور قصيرة مثل سورة الكوثر عشرة مثلها، فتحدهم الله أن يأتوا بعشر سور ولا يستطيعوا أن يأتوا بهذه العشر. في سورة البقرة الآية رقم 23: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. تحداهم بسورة واحدة، لاحظوا كيف الترتيب الآن، القرآن كاملا عشر سور ثم سورة واحدة، وهذه السورة واحدة قد تكون مثل الكوثر أو قل هو الله واحد، ولن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بعشر ولا بسورة مثله، لأنهم يعجزون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأنه ليس كلام بشر إنما هو كلام رب البشر سبحانه وتعالى. وننبه هنا أن الله عز وجل تحداهم بهذه الأشياء، لكن لم يتحداهم بآية، لم يتحداهم بآية، إنما تحداهم بسورة أو مثل القرآن أو عشر سور. أما آية لم توجد في القرآن أن الله تحدى العرب أو غيرهم أن يأتوا بآية واحدة، لأن قد يأتي الواحد بكلمة ويقول هذه آية، والسور حتى يكون متناسق لا بد يكون فيها آيات ويتناسق الكلام. أخيراً عندك في الكتاب في آخر شيء وضع لكم مهارات حياتية، أي في حياتك أنت ماذا تستفيد من هذا الدرس في حياتك العملية اليومية. استفيد أن يكون لما يكون عندي إلقاء وكلام أن أختار أفضل الكلام، وأن يكون كلامي بليغة فصيحة واضحة، ولدي عبارات كثيرة، ولدي كلام جيد، وأتدرب على هذا الكلام. من التدريب على هذا الكلام والفصاحة والبلاغة وسرعة البيان أن تقرأ القرآن، إدامة التأمل والنظر في بلاغة آيات القرآن الكريم، فإن هذا ينمي لك هذه المهارة، وتستطيع أن تكسب مادة لغوية ثرية. لذلك أكثر الخطباء إذا أراد أن يكون بليغا فصيحا يتأمل هذا القرآن، فأنت أيها الشاب تأمل هذا القرآن، اقرأ هذا القرآن، راجع هذا القرآن، احفظ هذا القرآن، داوم النظر فيه، انظر في بلاغته، ارجع لكتب التفسير، ستجد بإذن الله تعالى أنك قد كسبت معلومات كثيرة وكسبت كلمات كثيرة وأصبحت لغتك جيدة بسبب تعلق بهذا القرآن. والله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ومن بركة هذا القرآن سرعة الفصاحة والبيان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.